احنا في المحاضرة الأولى تحدثنا عن التريننج مانجمنت سايكل اللي هي عملية إدارة التدريب، واتكلمنا عن أولى مراحل هذه العملية. فيا ترى أحد منكم ممكن فاكر لسه أمس عدد المراحل العملية التدريبية، فاكرها يقدر يعددها لنا ويقولها لنا؟ لو معلش احنا في آخر اليوم وعارفة إن بطاريتنا خلاص فضيت، بس نحاول نصحى شوية مع بعض، نحاول نصحصح بعض كده، انتوا صحصحوني وانا صحصحكم. السلام عليكم. هي 5 مراحل. ايوه تمام. تحديد اسمها ايه؟ ليها اسم مشهور عالميا. هو في اكتر، هي زي ما قلنا في دائرة اكتر من عالم بيقدمها باكتر من طريقه، بس في واحده فيهم خدت شهره اوسع شويه، كان هي ليها اسم دائرة ايدي. ايدي تمام. هي 5 مراحل. تمام ايوه، هي تحديد الاحتياجات التدريبيه اللي هي ال to assess and analyze. الثانية هي تحديد الأهداف to develop the objectives. الثالثة design، عبارة عن تصميم البرامج التدريبية. implement، تنفيذ البرامج التدريبية. وآخر نقطة اللي هي evaluate، التقييم. تمام. حد فيكم يقدر يقول لنا ليه تحديد الاحتياجات التدريبية اديناها محاضرة كاملة في يوم كامل برغم ضيق الوقت اللي احنا فيه، والبقية المراحل كلها راح نقولها اليوم؟ أحد يشاركنا برأيه؟ أهلين. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. أنا أعتقد أنه الاحتياج هو البوابة الأولى للوصول إلى المخرجات اللي إحنا نرغب الوصول إليها من خلال التدريب. فمتى ما كان عندنا بيس يعني نيد أسسمنت كويس وفهم لاحتياجات الأشخاص اللي ندربهم، ممكن أنه نوصل إلى المخرجات النهائية والنقاط اللي نبغى نوصل لها. هذا في وجهة نظري. تمام. أحد تاني عنده وجهة نظر أخرى؟ السلام عليكم. أعتقد أنه ينبني عليه. تفضلي. طبعاً الاحتياجات التدريب معرفتها عشان توجه ترشيد الاستهلاك، أن أمشي في الاتجاه الصحيح، أدرب الفئة الصحيحة، أدرب حسب الاحتياج الصحيح، ما أدرب هاب هزرت. فهذه بتكون البيسك يعني حقنا عشان أبتدي صح. تمام، اللي هو توجيه كفاءة الإنفاق، إن أنا لما أنفق، إن العالم كله دلوقتي أصار يدور على الفلوس، فين أحطها وأستفيد إيه لما أحطها؟ مش بس إهدار للفلوس وإهدار للوقت وإهدار للمال إن أعمل دورات تدريبية. في نقطة ثالثة بقى مهمة جدا، تحديد الاحتياجات التدريبية هي المهمة الأساسية لمسؤول التدريب في أي منظمة، يعني أنت مسؤول تدريب في الـ HR، في مكافحة العدوى، في الأمراض المعدية، أيا كان الإدارة اللي أنت فيها، مهمتك الأساسية هي تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة التدريب. أما اللي هنقوله كله اليوم جميل إنك تعرفه، لكن هو ليست مهمتك الأساسية. أنت مش مهمتك تصمم برنامج تدريبي، ممكن أنت تبقى حابب تصمم برنامج تدريب لأن لك خبرة واسعة في التدريب أو خبرة واسعة في مجال العمل، أو you are willing إنك أنت تصمم برنامج تدريبي، أوكي، لكن هي مش مهمتك الأساسية، لكن من مهمتك إنك تحكم على البرنامج التدريبي. إذا أحد الشركات أو أحد الجهات أو أحد المدربين اللي هتتعاونوا معاهم قدم أمامك حقيبة تدريبية، فمفترض إنك تقدر تحكم عليها هل هي جيدة ولا سيئة، وأقل أعلى من طموحاتكم، تحقق الهدف ومخرج من برنامجكم ولا لأ. فمهم جدا إن إحنا تحليل الاحتياجات، هي زي ما قلنا أمس إن في مهام حيوية كريتيكال، بدونها لن تستقيم الوظيفة أو لن تقدر تحقق وظيفتك، وفي مهام أخرى أقل حيوية منها. فالتريننج نيد أسيسمنت فعلا حيوي جدا ومهم جدا جدا. الخطوات اللي هنقولها كلها النهاردة مهم تعرفوها، لكن ليست هي المهمة الأساسية المطلوبة من مسؤول التدريب. ولذلك تلاقوا إن الهدف المذكور في الفايل اللي اتحط على الموقع كان إعداد خطة التدريب، ما كان تصميم برامج تدريبية. طيب، محاضرتنا اليوم هنتعرف على خطوات إعداد الحقيبة التدريبية وأهم الشروط المفترض أنها تتوفر فيها، المهارات الأساسية في تصميم البرامج وتنفيذها وتقييمها. طبعاً هي مواضيع كلها كبيرة، كل واحد فيهم يختار يحتاج وقت طويل. يعني مراحل تخطيط العمليات التدريبية زي ما الأخت تفضلت وقالت إن أول مرحلة كانت تحديد الاحتياجات التدريبية. في تحديد الاحتياجات التدريبية وصلنا إن إحنا عرفنا مين الفئات المستهدفة من التدريب، مين الناس التارجت بتوعنا، وصلنا إننا نحدد إيه المهام اللي بيقوموا بيها وإيه المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء كل مهمة من المهام دي. اليوم هنبدأ
معلش ثواني كده. بأول بالمرحلة الثانية وهي إعداد الحقيبة التدريبية. أنا هنا ضميت معلش الديفلوبمنت مع الديزايننج وهتعرفوا ليه في الآخر. طيب في إعداد الحقيبة التدريبية ليها مراحل زي ما كان تحديد الاحتياجات التدريبية ليه مراحل. أول مرحلة فيهم هي صياغة الأهداف التدريبية. يبقى أنا عشان أعد الحقيبة التدريبية معلش هو صياغة الأهداف في عشان أكلم عنها هنا. الهدف هو أنت بتسعى من البرنامج هذا لتحقيق إيه. فلهذا الهدف كتير من الناس تكتبه حاجة جينيريك عامة يعني زي مثلا إيه تنمية مهارات أخصائية مكافحة العدوى. طب في إيه؟ فالهدف لازم يكون ينطبق عليه معايير معينة هم عرفوها العلماء بكلمة سمارت. سمارت إن يكون سبيسيفيك محدد إيه في التعقيم إيه في مكافحة العدوى بالذات. هل الترصد الوبائي؟ هل تفشيات الأمراض في المنشآت الصحية؟ هل في أقسام مثلا الغسيل القلوي؟ يعني كل ما كان سبيسيفيك كل ما كان مور ميجربل أقدر أقيسه قابل للقياس. ميجربل يعني ايه؟ يعني مثلا انا كان عندي عدد الوبائيات العدد مثلا ستريبتوكوكس انفكشن في المستشفى الفلانيه في الشهر 10 انا بالبرنامج التدريبي بهدف ان انا اقلله الى 5 فاقدر اقيس هل فعلا الخمسه دول اتحققوا ولا لا. فميجربل اشيفبل قابل للتحقيق والقياس ما احطش حاجه يعني صعب قوي يعني انا مش هطلعه من الفضاء. فلازم يكون اشيفبل قابل للتحقيق وواقعي رياليستيك وتايم ديتد مهم قوي الزمن. ما ينفع اقول ان انا اسيبها مفتوحه. فجرت العاده في الاهداف التدريبيه او الاغلبيه بيسووا له ازاي ان بنهايه البرنامج التدريبي كلمه كده عباره كده متعارف عليها بنهايه البرنامج التدريبي يبقى التايم بتاعي هو نهايه البرنامج التدريبي مش الشهر الجاي لا ده نهايه البرنامج التدريبي يعني نهايه الثلاث ايام او الاربع ايام او الخمسه او الاسبوعين يكون المتدرب قادرا على وهنعرف بعد كده ان الكل مجال من المجالات اللي قلناها سواء مجال معرفي او سلوكي او مهاري ليه مجموعه من الافعال عاده نستخدمها يعني ما اقول يكون قادرا على ان يطبق كذا ان يوضح كذا ان يقارن ان يشرح ان يستخدم ان يتواصل ان الى اخره. فدي قائمه من اقصر الافعال استخداما في سياق الاهداف التدريبيه انا وضعتها لكم هنا مش هتلاقوا حاجة تقريبا خارج الأفعال دي. فزي ما قلنا مهم جدا إن الهدف لما تيجي أنت تقرأ تعرض عليه في حقيبة تدريبية وتقرأ الهدف منها ينطبق عليه المعيار دوت تمام. يبقى أول خطوة عرفناها هي الهدف التدريبي صياغة الأهداف التدريبية. طيب زي ما قلنا في الحقيبة التدريبية أول حاجة عرفناها من المرحلة اللي فاتت الفئات المستهدفة لماذا إيه الأهداف المحتوى. نيجي محتوى الحقيبة التدريبية. المحتوى مقصود به الموضوعات. طبعا الموضوعات دي بترجع لخبرة المدرب. المدرب عادة لما بستعين بمدرب في مجال معين المفترض انه يكون ليه خبرة في هذا المجال. فهو من خبرته بيضع الموضوعات التدريبية للحقيبة اللي هيسويها. الموضوعات دي مهم انها تكون مترابطة. يعني ليها مقاييس معينة. لازم اول حاجة تكون مرتبة وتكون مترابطة. وتغطي اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي احنا محتاجينها ويكون ليها ريفرنس مرجع مش راي مش مجرد راي شخصي وتكون منوعه. ليه؟ في ناس انماط التعلم عند البشر مختلفه. في واحد بيتعلم سماعي يعني يحب يسمع الكلام يسمع تحط له يعني تسجيل صوتي تشرح له. في نوع تاني بصري بيجي اكتر بانه يشوف دياجرامات باراجرافات اشكال قدامه يشوف فيديو. في نوع تفاعلي انك تساله تديله تمارين ويحلها. فانماط التعلم عند البشر مختلفه. فلذلك المفترض ان الموضوعات تكون تغطي وطريقه سردها تغطي انماط التعلم المختلفه عند الفئات. طيب كيف ازاي انا هقدم الموضوعات دي؟ هل هقدمها في صوره محاضره؟ هل هقدمها في صوره ورش عمل؟ هل هقدمها ازاي؟ ايه الطريقه؟ ايه وسائل التدريب اللي انا هستخدمها؟ هل هستخدم شفافيات؟ هل هستخدم بروجيكتورز؟ هل هستخدم دمى محاكاه؟ فيلد ستادي كيس ستادي كل ده هنرجع له بعد كده.
البيئة التدريبية، إيه البيئة المناسبة اللي هنفذ فيها الدورات البرنامج التدريبي بتاعي. كل ده بيذكر في الحقيبة التدريبية. متى بتشمل حاجتين، إمتى اللي هو الموعد التنفيذ والجدول التنفيذ. يعني أنا مثلا اليوم زي ما أنتوا تفضلت الدكتورة فايزة وعرضت عليكم اليوم المحاضرات مواعيدها الساعة كام. طيب أنا لو بحط محاضرة واحدة زي التدريب مثلا، لو اليوم ده كله تدريب، هبدأ أحط كل عنوان من دولت من الساعة كام للساعة كام وقته، وإيه هي الأنشطة التدريبية كمان وقتها. فالجدول بيشمل موعد التنفيذ وبيشمل الموضوعات نفسها، مواعيد تنفيذها قد إيه وإيه التايم اللي اتحط لكل موعد. آخر سؤال أجاوب عليه في نفسي وأنا بضع الخريطة بتاعت الحقيبة التدريبية، هل وسائل التقييم، إزاي أقيم البرنامج التدريبي ومخرجاته، هل نجح هل ما نجح، هل محتاج تطوير، النقطة دي كانت عايزة استرس زيادة. تمام، فإذا جاوبت على السبع أسئلة دولت لقيت الحقيبة التدريبية تجاوب عنها، أو أنت بتعد حقيبة تدريبية، مهم أنك تضع السبع أسئلة دول في اعتبارك وأنت بتكتبها. في الفئات المستهدفة اتكلمنا أمس عنها، إن إزاي أحددها، مهم إن تكون في مجال العمل، المهارات أحط في بالي المهارات الوظيفية، المؤهل العلمي، لو أنا طالب بكالوريوس يبقى الداعي إن أبعت إعلان البرنامج التدريبي لفئات حاملة للدبلوم مثلا لن تستفيد. لو في دورات تدريبية سابقة المفترض يكون أخذها يبقى يفضل إن أنا أوضحها. لو في إجادة للغة إنجليزية أو حاسب آلي مفترض إن أوضحها وأختار الفئات بناء عليها. لو اخترت اي لو اي اي ميس مثلا البرنامج بتاعي محتاج مثلا اسبيسيس في الاحصاء، وانا ما قلت ان الشخص ده يكون واخد دورات في الاحصاء قبلها او يجيد على الاقل عنده البيزكس، لو جيت دوره تدريبيه ما راح يستفيد. فمهم وانا بختار الفئات المستهدفه اضع برضو بعض النقاط في الحسبان. طيب قلنا الخطوه الاولى صياغه الاهداف التدريبيه. انا بالمناسبه معلش انتوا هتلاقوا كلام كتير قوي في البرزنتيشن، والكلام ده انا كنت حريصه ان احطه علشان الوقت ضيق، فالباقي اللي ما يتقال تقدروا تقروه وترجعوا له يعني. يعني انا مش من النوع اللي احب البرزنتيشن يكون فيه كلام كتير، انا احب يكون اشياء كده تلفت الانتباه اكتر من الكلام. طيب الخطوه الثانيه قلنا جمع الماده العلميه اللي تتضمنها الحقيبه وموضوعات وسلسل الموضوعات ورتبها وسردها، كل ده بيرجع من خبره المدرب اضافه الاستعانه بمصادر علميه زي مجلات علميه، شبكه الانترنت، مراجع. طيب الخطوة الثالثة هيبدأ بقى يكتب الموضوعات ديت، يبدأ يضمن داخلها أمثلة تطبيقية من الواقع العملي المتدرب. احنا قلنا التدريب يختلف عن التعليم، لو خدت بالكم التعليم في الكتب الدراسية بس، الكتب حاليا اتغيرت. لو بصينا للكتب الدراسية زمان كانت أكثرها تلقيني، اللي هو بيحط معلومات معلومات معلومات، أما الآن فأصبح في شوية تطبيق، يعني جيب للطفل صورة ويقول له عبر عن الصورة بأسلوبك، فهنا في تطبيق، في أمثلة تطبيقية، بيجيب له أمثلة من الحياة، تلاقوا كتير في الساينس والماس كتير أمثلة من واقع الحياة اللي هو فيها بيشوفها. فمهم أوي إن التدريب الحقيبة التدريبية ما تكون كلها نظرية، لازم تحتوي على أمثلة تطبيقية من الواقع العملي اللي هم الفئات المستهدفة ديت فيه، عشان يقدروا يواجهوا المشاكل العامة لاحقا. بعد كده إيه هي الوسائل المساعدة اللي استخدمها داخل لشرح هذه الموضوعات؟ هل في رسومات، جداول، مخططات، تطبيقات من الحاسب الآلي زي الباوربوينت، كيس ستادي، حالات علمية، لو في حاجات تقنية هدربهم عليها، تكنيكال سواء برامج كمبيوتر، إكسل، باوربوينت، وورد، محاكاة زي الاس ال اس، او هاخدهم فيلد مثلا رش مبيدات فهاخدهم في مكان يترش فيه المبيدات، ايه الوسائل المساعدة اللي انا هستخدمها او وسائل التدريب المستخدمة. الخطوة الخامسة والاخيرة هي الاختبار. الحقيبة التدريبية المفترض تحتوي على آلية التقييم، هل هيكون في اختبار بري تيست بوست تيست؟ البري تيست والبوست تيست اقصر انواع الاختبارات شيوعا، قبل وبعد، يعني بحط لهم بعض الاسئلة قبل ما أبدأ البرنامج التدريبي يجاوبوا عليها، نفس الأسئلة تقريباً بحطها ممكن بصيغة أخرى أو هي نفسها في نهاية البرنامج التدريبي، وأحلل في الآخر جاوب كم سؤال قبل جاوب كم سؤال بعد. إذا بعد أفضل فمعناها إن هو التحسن، بس الاختبارات عادة البري والبوست تيست بتقيس الجانب المعرفي فقط، اللي هو how much knowledge he gain، هو استفاد كمعلومات كم معلومات قد إيه. أما الجانب المهاري لا، يحتاج أكتر تطبيق، إن أشوفه قدامي يجرب يسوي البيليس قدامي وأشوف سوي الخطوات صح ولا لا، ده جانب تاني من التقييم. فالتقييم هنرجع له later on للآخر.
طيب فإذا إحنا عرفنا دلوقتي إن في مكونات للحقيبة التدريبية. أول مكون هو الإطار العام، الشكل من برة، الغلاف الخارجي، العنوان بتاع الحقيبة يكون محتوي على وصف للمدرب، الفهرس بتاع المحتويات مهم جداً، لأن الفهرس دوت لو واحد محتاج يرجع لموضوع فيقلب ويجيب الصفحة على طول على الموضوع دوت. بتحتوي على الأهداف التدريبية سواء الهدف العام أو الأهداف الفرعية، بتحتوي على ألعاب، على محتوى علمي، على الموضوعات طبعاً اللي هو المحتوى العلمي، نماذج التقييم، الأنشطة. دي كانت تاني مرحلة اللي هي إعداد الحقيبة التدريبية. دلوقتي المرحلة الثالثة اللي هنخش فيها دلوقتي هي تنفيذ البرنامج التدريبي. أنا خلاص دلوقتي أنا وضعت خطة التدريب، من ضمن خطة التدريب في برنامج تدريبي خلاص، موعد حددنا، موعده حددنا، الجدول الزمني بتاعه، عندنا الحقيبة التدريبية بتاعته، هنبدأ التنفيذ. طب عشان أنفذ أنا محتاج إيه؟ للتنفيذ في مراحل بتتم قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ. الإمبليمنتيشن بيتم بثلاث مراحل، تمام؟ أول مرحلة اللي هي قبل التنفيذ. قبل التنفيذ أنا حددت الموعد والمكان وأعلنت عنه، يبقى أنا أسوي ممكن إعلان، تمام؟ كلما كان الإعلان واضح في أهداف البرنامج ولغته وموعد تنفيذه ومكانه والفئات المستهدفة، كل ما قللت أنا الفترة اللي هاخدها في الفلترايزيشن، أن ما يجيليش أسماء غير التارجت اللي أنا عاوزه. وكل ما أنا استخدمت أكتر من وسيلة للإعلان، يعني مثلاً هنيجي إحنا مستهدفين أطباء في مستشفيات طرفية، هل تتخيل إن الأطباء في مستشفيات الطرفية كل يوم بيفتح الإيميل بتاعه ويشوف التواصل الداخلي مثلاً مرسي الإعلانات إيه؟ ممكن لأ، في الغالب يعني 90% لأ، مش هيعمل كده. طيب إزاي أوصل له؟ ممكن ان اسوي بوستر في المستشفى واضعه في المستشفى، ممكن اني ابلغ اداره التدريب تبلغهم، ممكن اوصل لمدير المستشفى نفسه وارسل له هو نفسه يعلن عنه. يعني لازم اتنوع في وسيله الاعلان عن البرنامج التدريبي، ما اسوي فقط وسيله واحده ان ارسل بالايميل، يمكن ما يفتحوش الايميل، لا، كلما تعددت وسائل، ان زي الماركتينج زي التسويق، ان اوصل للتارجت بتاعي، اوصل للشخص اللي انا مستهدفه، مهم جدا. طيب هل البرنامج محتاج اعتماد من الهيئة؟ طبعا إذا محتاج اعتماد دي ليها نماذج وآليات معينة، ودي موجودة على موقع الهيئة اللي حب يطلع عليها. إعداد قائمة بالموارد المطلوبة. طب أنا محتاج قاعة، القاعة تمنها كذا، محتاج صبورة ورقية ولا أربعة ولا ثلاثة، محتاج ماركرز، محتاج إيه بالضبط، محتاج مطبوعات، تمام؟ إذا انتوا في اداره التدريب هنا مثلا هتطلبوا عروض اسعار من شركات معينه، اذا انتوا عندكم شراء مباشر فتقدروا تنفذوها انتوا، فدي من حاجات اللي قبل التنفيذ. نيجي بقى لاختيار المدربين. لو انت مسؤول تدريب وهتختار مدرب، المدرب فيه لي معايير كتير قوي هتلاقوها برضو في البرزنتيشن، لكن اهم اربع شروط في المدرب وشروط اساسيه، يعني انا كواحد انا ما اعرفش المدرب ده بس جات لي الحقيبه التدريبيه دي وبحكم عليه من اللي قدامي من اللي انا قريته. طيب اول مين فيكم يقدر يشاركنا رايه في النقطه دي، ازاي احكم ان المدرب ده ممتاز يقدر يسوي لي البرنامج او يعني ينفع في برنامج اخر ما ينفعنيش؟ اللي هو شباب، الشباب والشابات، اليوم يوم المرأة، اكسبيرينس للمدرب، الخبرة علمية في المجال. الخبرة تشمل حاجتين يا جماعة، خبرة في المجال نفسه وخبرة في التدريب. لازم راعي النقطتين دولت. ممكن واحد يكون عنده خبرة في المجال وممتاز لكن عمره بس هو دورات تدريبية، إذا أنا محتاجه في برنامج كريتيكال وبرنامج مهم والقادة مثلا مهتمين بيه جدا، فما في داعي أني أجرب في البرنامج ده، خليه في برنامج آخر. يعني مش مشكلة أحتفظ ببياناته في قاعدة البيانات عندي، لكن يفضل أني ما استعين فيه المرة دي، تمام؟ بيبقى الخبرة تشمل حاجتين، خبرة في المجال نفسه وخبرة في التدريب. شكرا. إيه تاني؟ المؤهلات العلمية المؤهلات العلمية، تمام. مهارات التواصل. مهارات التواصل مش هقدر احكم عليها، انا واحد جاي لي السي في بتاعه وانا كمسؤول تدريب في الاداره انطلب مني، عندي 5 سي فيهات مطالب مني اختار منها مدرب، سير ذاتيه بحته، فانا ما اقدر احكم على التواصل بتاعه الا اذا انا حاضر محاضره ليه سابقا فاعرفه، تمام. قلنا الدراسه الاكاديميه، تمام.
كمان الدورات التدريبية، هذا الشخص واخد سيرتيفايد، واخد دورات في إعداد المدربين وسيرتيفايد كمدرب، فده كويس جدا. يبقى أنا لو عندي هحكم السي في هحكم على 4 شروط أساسية في المدرب: 1 الخبرة العملية في نفس المجال، 2 الدراسة الأكاديمية، 3 دورات في إعداد المدربين، 4 خبرة سابقة في التدريب. تمام، في معايير كتير برضو هتلاقوها في البرزنتيشن وجاي لها شريحة لحلها للمدرب. طيب بعد كده اختيار قاعة التدريب المناسبة برضو جاي بعد كده، معايير وبناء على ايه بختار قاعة التدريب: تنسيق الضيافة والوجبات، الكورتاسية، اللافتات الإعلانية والأسهم الإرشادية. مهم جدا يا جماعة الأسهم الإرشادية، كتير مننا حضر دورات ويدخل يفضل يسأل من أول الريسبشن اللي على الباب لحد حارس الأمن اللي جوه، الناس اللي ماشية في الطرقة: يا جماعة تعرفوا دورة كذا فين؟ يعني ليه ما حطينا يعني سحم يعني ورقة A4 ترشد الناس لمكان القاعة التدريبية؟ دايما كتير كتير دورات مع الأسف نغفل الموضوع ده، وده مهم جدا لأن أساسا أحيانا الواحد بياخد له ربع ساعة ساعة بس من باب ما يدخل من الفندق لغاية ما يوصل للقاعة. فاللافتات العناية والأسهم الإرشادية من الأشياء المهمة، بطاقات التعريف وطباعة المادة العلمية. جيت أنا كده قبل تنفيذ البرنامج جهزت كل الكلام ده، في نموذج محطوط على الجوجل درايف الخاص بالورجات، مكتوب عليه قائمة تأشير تنفيذ البرامج التدريبية، تشيك ليست، تشيك ليست كده بمسكها وده تم تم ما تم تم ما تم. فبقى عشان انا ما تضيعش الدنيا مني كمسؤول تدريب، عندي 20 برنامج مثلا هنفذهم في السنه، فالدنيا ما تضيع مني لو انا عامل التشيك ليست ديت، هبقى عارف ايه اللي ناقص وايه اللي خلص واللي باقي لي. طيب بعد كده اثناء تنفيذ البرنامج التدريبي، انا النهارده اليوم دوت البرنامج بيتم، فانا موجود كمسؤول تدريب، رحت قاعه التدريب او انبت احد عني فديته قائمه التاشير ديت وقلت له اتاكد لي من 5 6 نقاط ديت، فيتاكد من توفير مستلزمات التدريب موجوده جوه القاعه، تسجيل الحضور والانصراف. تمام، اذا انا مهتم، في ناس ما تهتم بالحضور والانصراف، والله انا دعيت للبرنامج ولا حابب يجي اهلا وسهلا، بس احيانا بيبقى مهم اداريا لان الحضور والانصراف واحد واخد استئذان من عمله انه حاضر عندك، المفترض انه يكون موجود لان لا قدر الله اذا حصل له حادث او سوى هو نفسه سوى شيء خطا قانوني انت هيسالوك، هو المفترض انه حاضر عندك. طيب متابعه سير اليوم التدريبي، ان انا في ناس بتبقى حاطه كتايم مانجمنت خايفه ان المدرب يجور على حق مدرب اخر في الوقت، فهي بترفع له فلاج كده بتوقف اخر القاعه وترفع له كارت اصفر ان خلاص انت قربت، فاضل كارت اصفر ده معناه بمتفقين سابقا، كارت اصفر معناها ان انت فاضل ربع ساعه مثلا على نهايه اليوم البرنامج بتاعك، فيقدر ان هو ياخد باله انه ما يعمل تايم مانجمنت كويس للوقت. طبعا تنسيق الاعاشه، اي مشكلات تقنيه قد تحدث، طباعه الشهادات وتوزيعها، ده اثناء تنفيذ البرنامج التدريبي. انتهت المهمه على كده؟ لا، في بعد البرنامج التدريبي. تمام، بعد التنفيذ انا استمرت التقييم اللي انا جمعتها، هل دي جمعتها عشان بس احطها في الدرك ولا اقول اني جمعت عدد من او ان انا قيمت؟ لا، مفترض اني احلل استمرات التقييم واعد تقرير نهائي لكل برنامج تدريبي، واعمل قاعده بيانات عندي بالبرامج التدريبيه ديت في اي وقت احتجت، ممكن ملف زي الملفات الموجوده في المكاتب اللي هي بتبقى مقفوله بكبسوله او بسوسته او بشيء، اضع فيه كل شيء عن البرنامج. يا جماعه احتجت بعد سنه انفذ البرنامج تاني، كل شيء جاهز، هرجع للملف دوت هشوف مين اللي حضروا، يمكن استعين منهم كمدربين مساعدين او مدربين الفئات اللي حضرت، استعين بالمدرب، استعين بالحقيبه التدريبيه، يعني اشوف استمارات التقييم. يعني مهم قوي ان كل برنامج عندي التوثيق الدوكيومنتيشن. يعني انا بعتبر ان من اسوء الاشياء اللي شفتها في وزاره الصحه مع الاسف التوثيق، دائما احنا نغفل موضوع التوثيق دوت، يعني ده مهم، مع ان الموضوع مهم جدا جدا ان اوثق كل شيء صار. ممكن ناس توثق بالصور، ممكن ناس ما تحب الصور فما تحبش التصوير وكده، فنكتفي بان في تقرير على الاقل عن كل برنامج تم. وبرضه هتلاقوا عندكم في الدرايف نموذج لتقرير مشرف على برنامج تدريبي. تمام، يعني انا بسرعه انا ولا تمام معايا؟ الو، تمام معك يا دكتورة، بتكلم بسرعة ولا كويس؟ لا لا كويس. تمام، معلش عشان الموضوع مليان بس كتير يعني فاعذروني. المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة عندنا هي تقييم البرنامج. التقييم مهم جدا جدا جدا،
نشوف مراحل التقييم. طبعا التقييم برضو ليه دورات تدريبيه لوحده، يعني بيقعدوا في 3-4 ايام، بس احنا هنحاول ناخد الاشياء الاساسيه في التقييم. ايش اللي صار؟ التقييم بيشمل أكتر من حاجة. أول مرحلة وأسهل مرحلة واللي غالباً إحنا كلنا بنسويها اللي هي قياس رد الفعل للمتدربين، اللي هو الرياكشن بتاع الترينيز اللي حاضرين. أنا بوزع عليهم استمارات، الاستمارات دي فيها نقاط تقييم للمدرب، للمادة العلمية، للبيئة التدريبية، للبرنامج as a whole، لتوصياتهم ومقترحاتهم. فده الرياكشن الحالي في ساعتها في آخر يوم في البرنامج التدريبي، فده اسمه الرياكشن، قياس رد فعل المتدربين، ودي الغالبية بيسووها. طيب نيجي بعد كده نشوف يا ترى المخرجات. دلوقتي هذا الشخص حضر الدورة التدريبية وقيمها ومشى. ممكن أنا البرنامج التدريبي، طبعا كل برنامج يختلف عن التاني حسب طبيعة البرنامج. لو أنا جايب البرنامج ده عشان أنا عندي مشكلة في زي ما قلنا انتشار ستريبتوكوكال انفكشن، أو عندي مشاكل في أقسام الغسيل الكلوي، في زياده في الانفكشن ريت في اقسام الغسيل الكلوي، ماشي. فانا جبت الناس اللي في اقسام الغسيل الكلوي ديت واديتهم برنامج تدريبي 3 ايام مثلا، في نهايه البرنامج اخذت منهم الاستمارات التقييم، اسيبهم على كده ولا خلاص انتهى كده الحمد لله الامور تمام، وسويت لهم اختبار قبل واختبار بعد ولقيتهم تحسنوا في الاختبار وجاوبوه تمام، اسكت على كده؟ لا، لان البرنامج بتاعي ليه مشكله زي ما قلنا امس، في بين، في الم، في مشكله ما، والمشكلة دي بتنطبق بمهارة، والمهارة محتاجة تطبيق، والتطبيق محتاج خبرة كل ما يكررها. وأمس قلنا الشخص لما بيكرر المهارة أكتر من مرة بتتحول إلى سايكوموتور، إلا لا شعوريا مخه بيأديها صح كمان. لا، فهنا أنا أحتاج متابعة، أحتاج مثلا أعملهم فولو أب بعد شهر وبعد كمان 3 شهور مثلا. فأنا بعد شهر أقوم بعت ممكن استبيان بسيط كده لرؤساء الأقسام، أشوف الناس دي هل تغيروا بعد الدورة التدريبية، الطريقة اللي كانوا بيسووا بيها البروسيديورز تغيرت وتحسنت، أراجع كشوفات المرضى وأشوف حالات الإنفكشن قلت ولا ما قلتش ولا زي ما هي ولا زادت. فأنا بقيم هنا بقى المخرج الأوتكم من البرنامج، مش الهدف. الهدف بتاع البرنامج كان أنه يكون قادر على أن يعدد أسباب العدوى، أن يطبق مثلا معايير تعقيم الآلات، الهدف تم في البرنامج نفسه، لكن المخرج الأوتكم يا جماعة أن أحل المشكلة، فلازم أتابع ما تحقق بعدين later on، تمام؟ طيب فدي من النقاط المهمة جدا، التحقق الأهداف ومخرجات البرنامج. نيجي بقى لأثر التدريب. هنا في أثر التدريب اختلق في التدريب شوية. أثر التدريب ده كان بدأ في صناعة السيارات، في الصناعة بصفة عامة سهل التطبيق. وليه؟ أنا عندي خط إنتاج، الخط إنتاج دوت فيه مشاكل في الفرامل بتاع السيارة مثلا، فأنا المهم المشكلة محددة حاطط إيدي عليها وعارفها، وعارف مين فين الخط الإنتاج اللي بيطلع لي الخطأ دوت. فأنا جيت شفت فحصت الآلات، لقيت الآلات تمام ما فيهاش مشاكل، الآلات اللي بيصنعوا بيها ما فيهاش أي مشاكل، فحصت التكييفات، الإضاءة، بيئة العمل، كل شيء تمام. يبقى المشكلة جيت أشوف البني أدمين اللي بيسووا الخط الإنتاج ده، لقيت لا في مشكلة فيهم بيسووا خطأ، جبتهم ودربتهم. كانت المشكلة اللي بتحصل في الأول بتقلل المبيعات بنسبة 10%. طيب المشكلة لما تدربوا اتحسنت، مع المبيعات بقت 100%. فأنا هنا قدرت أقيس الأثر العائد من تدريب الفئات ديت. قدرت، انا كنت بخسر 100 جنيه الحمد لله بقيت اخسر 98 جنيه، ففي تحسن عندي بقيمه 98، وفي هدرب اقل ب 2 جنيه هشوف له ايه السبب. فده سهل جدا في الصناعه اكتر منه في الصحه، لان الصحه في معايير كتير بتدخل في موضوع اثر التدريب. فيعني هل لو انا دخلت على الاخطاء الطبيه، هل الأخطاء الطبية تحسنت ولا لا بسبب هذا البرنامج؟ هل الوقت الويتنج ليست تحسنت ولا لا؟ هل الوقت التنفيذ تحسن ولا لا؟ فقياس أثر التدريب شوية بياخد وقت وفولو أب ومجهود، وما هو سهل قوي إن أحدده بقيمة مادية،
هو أكتر بقيم إنسانية أكتر منها مادية بالضبط يعني. تمام، يعني أنا مثلا سويت دورة تدريبية، الدورة دي كلفتني 150,000 ريال عشان أدرب 30 واحد في أقسام الغسيل الكلوي. طب 150,000 ريال اللي أنا دفعتهم استفدت بيهم كم ألف؟ صعب شوية في الصحة إن أنا أوزنها كده، لكن مهم إني أتابعه. أنا ممكن أحط له معايير أخرى زي ما قلت لكم، نقص الإنفكشن، نقص الأخطاء الطبية، تحسن مستوى الأعمار بتاع الأفراد، الوفيات، يعني هيبقى له مثلا قصص تانية دي يطول شرحها. بعد كده استخراج، أنا التقييم بقى سواء اللي هو رد فعل الرياكشن، قياس رد فعل المتدربين، المخرجات، اثر التدريب، كل ده بعمله ليه؟ بسويه ليه؟ بسويه او الهدف الاساسي منه هو التطوير، ان اطلع بمقترحات تطوير. لو خدتوا بالكم تطوير العمليه اللي في النص دي الديفلوبمنت، عشان كده انا بحب اخلي الديفلوبمنت بتاع الحقيبه التدريبيه هخليه في الاخر، لان التطوير دوت لما انا اوصل لمقترحات هقدر اطور العمليه كلها. أنا برجع أعيد النظر في العملية من أول تحديد الاحتياجات التدريبية لغاية التقييم. لما أجي أقيم برنامج تدريبي قد يكون أنا ما وصلتش للمخرج بتاعي بسبب أن الفئات المستهدفة ما كانتش فيها نفس كل المعايير اللي أنا محتاجها، قد يكون السبب أن أنا غفلت موضوع من موضوعات التدريب، قد يكون السبب أنا كنت محتاج أن أوري لهم شرائط فيديو كتير اكتر، ازود في الفيديو اكتر عن الكلام عن المحاضرات، او ازود في التطبيق ان هم يمارسوا بايديهم اكتر من الكلام. فممكن طريقه التدريب كانت خطا، ممكن القاعه اللي جبتهم فيها كانت خطا، يعني ابعيد نظر في العمليه كلها بسبب التقييم. التقييم هو اللي بيخليني اعيد النظر في ده كله. تمام، لغايه كده معايا؟ تمام تمام باب. معاش دكتورة. ده ما قلت لكم هتلاقوا برضو على الدرايف في نموذج، النموذج ده محطوط فيه معايير تقييم لكل مرحلة من المراحل. نبدأ بالمدرب زي ما قلنا، أول حاجة المؤهلات العلمية للمدرب، الدورات التدريبية، الخبرة. نيجي بقى المظهر الشخصي، المدرب فيه مهارات يعني التواصل لازم تكون فيه يعني عالية شوية، عالية جدا كمان. ليه؟ زي ما قلنا المدرب يختلف عن المحاضر. المحاضر لو خدتوا بال كلكم دخلتوا جامعات، المحاضر واقف ممكن على ستيج، الستيج ده بعيد، المتدربين قاعدين على مدرجات، منهم اللي المدرب شايف ملامح وشه ومنهم اللي مش شايفه من اساسه. لكن المدرب لا، المدرب في اي كونتاكت، في لغه يعني مراحل التواصل، ليه دايره، ليه عناصر. العناصر دي منها البودي لانجويج اللي هي لغه الجسد، الفيشيال اكسبريشن تعبير الوجه، التواصل، الرسالة، طريقة التعبير، الاي كونتاكت. فمهارات التواصل للمدرب بتكون يعني يفترض انها تكون عالية. تمام، إدارة في مهارات معينة المدرب برضو مفترض انه يكون يعني يقدر عليها، يعني يكون متمكن منها، زي إدارة الوقت، توضيح أهداف البرنامج، التنوع في الوسائل التدريبية. يعني في مدربين انا عن نفسي شفتهم لقيته مثلا انه ما بيقدر، يعني مثلا لو ما بيقدر يستخدم، عارفين المؤشر اللي بيقلب الشرايح، المؤشر ده بيبقى جواه قطعه زي الفلاش بتتركب في اللابتوب عشان اللابتوب يتعرف على هذا المؤشر ويمسك المؤشر ويحول بيه. وفي مؤشرات بالبلوتوث تيجي في التقنية دي، هو ماسك المؤشر وعمال يقلب، يعني واحد قال له خد المؤشر ده قلب بيه الشرايح، فهو مش عارف عمال وشال الحاجة اللي زي الفلاشة كده حطها في جيبه وافتكرها فلاشة يعني هدية أو حاجة يعني. فدي حاجات يعني المفترض إن المدرب يكون متقن للوسائل التدريب واستخداماتها، خاصة إن التقنية بتتغير من وقت لوقت وبتتطور، فالمفروض إن احنا نتطور معاها. يعني البرزنتيشنز، الباوربوينت برزنتيشن من اهم البرامج اللي المدرب المفترض انه يكون متقنها. احيانا بيكون المدرب دوره يدرب على اكسل، فالمفترض انه يكون اوير جدا بالاكسل واستخدامات وطريقه التدريب عليه. فالامور التقنيه ووسائل التدريب يكون متقنها. التفاعل الايجابي مع المتدربين، في حاجات هتسمعوها زي اللي هي الايس بريكنج او كسر الحواجز. المتدربين اللي جايين من مناطق مختلفه، من اماكن مختلفه، ما يعرفوش بعض. المفترض انك بتبدا البرنامج التدريبي،
بأنك تدي فرصة لكل واحد فيهم يعرف عن نفسه وعن مكانه، وممكن تطلب منه أنه يمسك قطعة من الورق ويتنيها ويكتب عليها اسمه ويوضحها بشكل واضح على الطاولة. تبدأ تعمل بعض التمارين معهم، إن هم لو جايين الصبح والناس لسه نايمة يقوموا مثلا، في ألعاب تدريبية كتير هتلاقوها أو بيسووها، بحيث إنك تكسر حاجز التعارف بينهم وبينك، بين المدرب وبين المتدربين. اعطاء فرصة ليهم إن هم يتناقشوا، يجاوب أسئلتهم، ياخد منهم فيدباك ويعطيهم فيدباك لو سوى شيء، يبدأ يديلهم ملاحظاته. فدي معايير تقييم المدرب. معايير تقييم الحقيبة التدريبية اتكلمنا عنها، اللي هيكون الهدف واضح والأهداف الفرعية واضحة، المادة العلمية تتناسب مع الأهداف، تتناسب مع الفئات المستهدفة. يعني لو فئات المستهدفة مثلا يعني زي ما نقولوا لكل مقام مقال، وخاطب الناس على قدر عقولهم. لو هم مثلا، أنا بعمل برنامج تدريبي، يعني أنا مرة وأنا في الجامعة وانا بدرس الكورس بتاع تريننج اند ديفلوبمنت، انا درسته في امريكا بالمناسبه، يعني كانت منحه سكولرشيب، فانطلب مني اضع برنامج تدريبي. شوف ازاي السؤال، برنامج تدريبي لقبيله في افريقيا لا تتحدث اللغه العربيه ولا الانجليزيه، تتحدث لغه القبيله نفسها، تمام؟ البلد دي فيها انتشار لوفيات الاطفال بسبب الاسهال، فاعمل لهم برنامج توعوي عن عشان يقللوا الاصابه باصابه الاطفال بالاسهال. وانا يعني البرنامج ده زي بلغه الاشاره كده، بدون وانا لا بتكلم لغتهم ولا هم يتكلموا لغتي. فالماده العلميه اللي تتحط يفضل انها تتناسب مع الفئات المستهدفه بلغتهم وخلفيتهم العلميه. المحتوى يكون حديث، موضوعاته مترابطه ومتسلسله وموزعه على الوقت بطريقه مناسبه، تتضمن المراجع والمصادر العلميه، اضافه ان لا اغفل الاخراج العين، زي ما بيقولوا ايه الستات اللي بتعمل اكل، لما بتحط برزنتيشن للاكل كده تزوق طبق السلطه ازاي وتحطه على الطاوله ازاي، فالعين بتاكل قبل المعده. فنفس الشيء الشخص لما يشوف الحقيبة قدامه ملونة فيها تصاميم وفيها رسوم توضيحية يقدر يقلب وينبسط فيها وهو بيقراها، يعني ما تكون بس إيه مادة صلبة كده. نيجي للباوربوينت. الباوربوينت من الآليات المهمة طبعا لتقديم أي برنامج تدريبي. طيب، فملائمة الصور والرسوم للمحتوى المعروض، الخلفية واضحة، يفضل يعني ما أحد مثلا تلاقي واحد عامل الخلفية زرقاء والحروف سودة، فاسود على ازرق هيبان ازاي؟ يعني يفضل ان الخلفيه تكون فاتحه ويكون الحروف الكتابه بتاعه الفونت واضحه بتاعه الخط، من حيث الحجم واللون والنوع للعرض، الخلو والعرض من الاخطاء النحويه والاملائيه، ملائمه عدد الشرائح للمحتوى، الجاذبيه والتنوع. بعد كده معايير نيجي للبيئه التدريبيه. هي افضل بيئه تدريبيه انا بشوفها، انا يعني أنا أفضلها بالنسبة لي، اللي هو حرف اليو. حرف اليو بيبقى المدرب قاعد، يعني أنتوا كلكم تخيلتوا حرف اليو، فالمدرب بيبقى ثواني كده، مثلا هنا في يو أهوت قدامكم، المدرب هيبقى في النص، وجوده في النص بيخلي فيه لغة جسد وتواصل بصري بينه وبين المتدربين قوي، لأنه شايف كل المتدربين في وشه قدامه، بيتحرك بينهم بسهولة وتلقائية وما في أي حواجز بينه وبينهم. فحرف اليو اللي هو على الشمال فوق كده دوت، يعني من المناسب جدا في الدورات التدريبية. نيجي الطاولات الدائرية، برضو تاني نوع أنا بفضله، لأنه بيساعد أكتر على مجموعات العمل وتقسيم مجموعات العمل والمشاركة والمناقشة. في نوع اللي هو بيكون في مصفوفة، اللي هي كراسي مصفوفة، اللي هو زي المحاضرات، واحد المدرب في الوش وهم جالسين زي المدرسة ورا بعض، يعني كل واحد وشه في قفل اللي قدامه. فده يعني في التدريب شوية ما بنحتاجوش كتير، إلا إذا كانت محاضرة أو محاضرة قصيرة، يفضل تكون محاضرة قصيرة مثلا، يعني هم هيجمعوا في القاعة دي لإلقاء المحاضرة وبعد كده هيبدأوا يتوزعوا على قاعات أخرى، بس أحيانا بنضطر إليه لأن بيكونش مثلا في مكان اللي هو ده المتوفر، تمام؟ فأول حاجة مناسبة الشكل القاعة للبرنامج التدريبي، المساحة بالنسبة للعدد، لما أجيب 30 غير لما أجيب 100 غير لما أجيب 50، الأساس يكون مريح عشان ما يجلسش الفترة كلها وهو تعبان، النظافة، الإضاءة، التهوية، لو أحد قاعد في دورة تدريبية والتكييف فاصل أكيد مش هيركز، مستوى الإزعاج والضوضاء خارج القاعة، أن يكون مستلزمات التدريب كلها متوفرة، مش لاقي واحد لسه بيطلع يجري يدور على سبورة ورقية أو على ماركر.
تمام، أسهم إرشادية توصل تسهل الوصول للقاعة، ولو دورات مياه ومصلى يكونوا قريبين بيكونوا أفضل. فدي معايير تقييم البيئة التدريبية، اللي هو واحد أنت كمسؤول تدريب رايح تقيم هذا البرنامج التدريبي، معاك التشيك ليست كل حاجة هتلاقي عليها رقم 4 4 3 2 1، حيث 4 هو الأعلى، فبتبدأ تحط الدرجات، وفي الآخر تشوف البرنامج أخذ كم درجة والديفكت كان فين بالضبط. تمام، ملخصا مراحل العمليات التدريبيه نرجع لها تاني. اول مرحله هي تحديد الاحتياجات التدريبيه، ودي بتشمل تحديد الفئات المستهدفه بالتدريب، المهام اللي بيقوموا بيها، المعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بهذه المهمه. الخطوه الثانيه اعداد الحقيبه التدريبيه. زي ما قلنا اعداد الحقيبه التدريبيه هي ليست من مسؤوليات مسؤول التدريب، لكن مهم انه يعرف ازاي يحكم على الحقيبه التدريبيه اللي عرضت عليه بمعايير، هي يتوافق مع المعايير المتفق عليها عالميا ولا لا. الحقيبه التدريبيه بتحتوي على صياغه الاهداف التدريبيه، الموضوعات مصنفه ومرتبه تسلسل منطقي وحديثه ومجهزه وطباعتها، تنفيذ البرنامج التدريبي والتنفيذ ليه مراحل قبل تنفيذ البرنامج واثناء وبعد. اهم هذه المراحل تحديد ميزانيه التدريب، موعد التنفيذ، الجدول الزمني، التواصل والإعلان مع المتدربين والمدربين، تحديد الموارد المطلوبة من قاعات ومستلزمات التدريب وغيرها. وآخر مرحلة كانت تقييم البرنامج التدريبي، اللي منه هخرج بكل ده، هخرج بمقترحات لتطويل البرنامج على حسب اللي قدامي. تمام، إن إحنا عندنا المرشحين الأول. أحد عنده سؤال؟ كده أنا خلصت. أحد عنده سؤال؟ لو الزملاء معايا معاك في امس واليوم، احد عنده سؤال؟ دكتورة ايوه مع حضرتك. عندي استفسار على نوع المقيمين او الاحتياج اللي ادربهم. انت تقولين اني لازم اراعي طريقة فهمهم للموضوع. طيب إذا أنا مرتبط في المادة المعينة بحيث أن المادة المعينة ملزمة في نوع محدد، وش الحل لها؟ يعني مثلا أنه لازم يكون مثلا نظري، وهم ما يفهمون إلا مثلا زي ما قلتي أنه مثلا تجريبي أو شيء زي، وش الحل في هذا الموضوع؟ ماش حالك، ممكن تعيد السؤال تاني؟ يعني أنت دلوقتي بتسأل يعني إيه المقيمين تقصد بيها، ولا قصدك متدربين؟ أنا المدربين، إحنا مرتبطين بالمقيمين عارفين كذا. أنا أقصد متدربين يا دكتور، المتدربين أنا عندي أيوة. مثلاً محددين في نوع، أنت قلت إنه مثلاً إذا كان هو يفهم إلى مثلاً يحب أو أفضل طريقة له إنه يكون سمعي أو نظري أو تدريبي. أنا تمام. أقول وش الحل في الوضع إذا كان مرتبط المادة العلمية اللي عندي مرتبطة في نوع محدد في هذا الموضوع؟ وده اللي نقوله، ان المادة العلمية يفضل انها تستخدم اكتر من وسيلة واكتر من اسلوب للتدريب. ما اضع اسلوب واحد للتدريب، ما اضع محاضرات يكون اسلوب التدريب بتاع محاضرات نظرية فقط، لا ده خطأ، ده خطأ. ولذلك من ضمن المعايير زي ما قلنا التنوع في اساليب التدريب. لا انا الحقيبة التدريب بتاعتي يبقى فيها جزء نظري، يبقى فيها جزء يعتمد على دراسة حالة، جزء يكون في تمثيل للحالات اللي قدامي، جزء يكون في رسومات بيانية ورسومات توضيحية. يعني استخدم له أكتر من وسيلة للتدريب. الحقيبة التدريبية الصح أو البرنامج التدريبي الصح هو الذي يستخدم أكتر من وسيلة للتدريب. ممتاز، يعطيك العافية دكتور. واضح يعني كده جاوبت على سؤالك، ولا يعني لسه في الاستفسار قائم؟ في الاختصار يعني انه انت اللي تتكيف في الموضوع، ما هم هم. لا انت مش قصدي كده. بص حضرتك عارفه اجيبها ازاي ديت، بحاول افتح لكم الكاميرا مش عارفه في ايه، مش عايز افتح. المهم كده تمام. طيب المتدربين، بص حضرتك انت كمسؤول تحديد احتياجات تدريبيه من البدايه، زي ما قلنا الاحتياجات ما بيجيش عشوائي، بيجي بناء على مشكله في مكان ما، فانت مشكله ما تمام. انت لما بتضع خطه التدريب قلنا ان احنا هنتوقف عن موضوع ان انا همسك الصفحه اللي فيها جدول البرامج التدريبيه وهقعد مع كذا واحد واقعد اكتب 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 برامج تدريبيه. لا احنا عايزين نوقف عن الموضوع دوت،
عايزين نبدأ إن إحنا فعلاً عندنا مشكلة، والمشكلة دي هنضع لها برامج تدريبية محددة. فإذا أنا وصلت للمشكلة، تاني حاجة بوصل للمشكلة دي في أي إدارات في أي مكان، هل المشكلة ديت سببها فئات معينة؟ هجينا على الفئات، يعني ممكن تكون المشكلة مش في الفئات، زي ما قلت لكم مديتكم مثال خط التصنيع، ممكن المشكلة في البيئة نفسها اللي بيشتغل فيها، ممكن المشكلة في المكيف، في الأنوار، في وصوله للعمل، بيوصل للعمل مثلا لازم يركب مثلا 3-4 كيلو في جبال عشان يوصل، فيوصل منهك فما بيقدرش يقوم بعمله. يعني اشوف كل خلاص انا وصلت لمرحله ان كل شيء تمام، لا، المشكله في الاشخاص اللي بيقوموا بالمهمه نفسهم، المتدربين نفسهم فيهم مشكله. اوكي، طيب انا بقى هسوي لهم برنامج تدريبي. يا ترى المتدربين دولت مؤهلهم الدراسي ايه؟ الدورات التدريبيه اللي خدوها قبل، معينين حديثا ولا بقى لهم 5-6 سنين؟ ترى لما تدرب واحد مثلا فوق الخمسين سنة، يعني مع احترامي للجميع يعني، بس العلم في الصغر كنقش على الحجر، كل يعني لما تدرب واحد وهو صغير غير لما تدرب واحد وهو كبير في السن. لما تدرب واحد لسه حديث، حديث ده يعني ورقة بيضة اللي هتدهوله هيبقى زي السفنجة هيمتصه ويدخل جواه، غير واحد مارس وكل ما تقول له حاجة يقول لك ترى احنا ما الجهاز ده مش عندنا، المنطقة رفضت تسوي، يفضل تلاقي فيه معارضة طول الدورة التدريبية وهو عمال يعارض في كل حاجة بتقولها، لأن هو عايش في البيئة وعنده إحباط من البيئة اللي هو جاي منها، فيه إحباطات واجهها في العمل، فاهمني؟ فطبيعي إن التدريب لازم يتكيف شوية مع الفئات اللي موجودة، في شيء عام صح جينيريك عام الكل يتفق عليه إن كل الحاجات دي لازم تكون موجودة، لكن في أشياء سبيسيفيك وبتبقى مميزة لكل برنامج تدريبي ولكل فئة. اتمنى تكون وضحت يعني النقطه. فانت ما تقول لا انا بقى ايه الزمهم بده، لا مش صح انك تلزمهم، برضو مش صح انك انت تبقى صلب، لا لازم يكون في شويه مرونه وتفاهم ليهم، ان هو زي ما انت عندك اهداف من برنامج، ترى هو جاي وهو كمان عنده اهداف، فاهمني؟ واضح. ايوه اتفضل. أحد عنده سؤال تاني؟ أخ فيصل؟ لا فيصل أورجنايزر. أحد عنده أسئلة تانية؟ عشان أنا عندي ليك واجب، أنا أم وبدرس أولادي فأحب أوي موضوع الواجب دوت. تمام نبدأ. طيب أنا دكتورة فايزة أعطتنا ملف، الملف ده فيه تقسيم للمجموعات على 4 مجموعات، المجموعة الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية. اي اسيوم يعني ان كل مجموعه سوت لها كالمعتاد واتساب جروب واختاروا قائد ليهم، فهتلاقوا فيه تمارين تدريبيه محطوطه في البرزنتيشنز، يعني في تحديد الاحتياجات، مطالب ان احنا نبحث عن مشكله في منطقتنا مثلا، المشكله ديت هنبدا نحللها، نعمل نسوي لها تحليل للاحتياجات التدريبيه. تمام، إذا أنتوا طبعا في تحليل الاحتياجات خدنا وسائل كتيرة، منها وسائل زي الاستبيان، منها يعني ممكن تصمموا استبيان، ممكن تسووا انترفيو، ممكن تسووا مقابلة، ممكن الرؤساء في العمل، ممكن ملاحظاتكم أنتوا الشخصية، يعني نحاول نشوف أكتر من وسيلة في تحديد الاحتياجات، أو هنسويها إزاي، أو نضع خطة، مش لازم أنتوا تسووها، ممكن تقولوا لي والله الخطة بتاعتنا اللي احنا بنفكر فيها ان احنا نسوي كذا. طيب ادي تحديد الاحتياجات وصلنا لها، حطينا اذا قدرنا نضع البرامج التدريبيه. تمام، طيب في البرنامج التدريبي اذا قدرنا نضع لكل برنامج 3 اهداف تدريبيه، تمام، هدف عام و3 اهداف فرعيه. انا مش هطلب موضوعات، بس يعني لو قدرنا يعني نضع خريطه للفئات المستهدفه، والله الفئات اللي انا هجيبها في البرنامج ده دي المواصفات بتاعتها من حيث المؤهل، الادارات التدريبيه السابقه، مكان العمل، الخبره السابقه إلى آخره، يعني نحاول نطبق التمارين دي بحيث إن إحنا لما نتقابل إن شاء الله في المحاضرة الجاية نحاول نعرض أمثلة للعمل اللي تم. ولو أنتوا لو حابين تتواصلوا معايا أنا عادي، رقم جوالي محطوط على البرزنتيشن برضو تقدروا تاخدوه، والإيميل موجود، بحيث إن إحنا نحاول نبدأ نشوف تطبيقات عملية من الواقع العملي ليكم. وطبعا انا بعتذر لكم عن السرعه، لكن انا يعني اللي اعرفه ان دي ساعه والمحاضره اللي فاتت ساعه، والمفروض ان اجمع الموضوع كله في ساعتين. ف ايه رايكم في الموضوع كده، او ولا تحبوا ان لا كل نخليها فردي وكل واحد يجتهد في ان هو يسوي بنفسه خطه التدريب؟ المفضل ليكم. انا لما وضعت الانشطه التدريبيه وضعتها على اساس مجموعات، ان كل مجموعه مع بعض هتضع لي خطه التدريب تكون قابلة للتطبيق. ترى
يعني ما هوش نظرية، لا تكون فعلا في الواقع العملي قابلة للتطبيق. الأخت طفلة قالت مجموعات، مجموعات تسنيم، مجموعات، خلاص كلنا اتفقنا على أنها تكون مجموعات، فكل مجموعة لها قائد، على القائد أنه ينسق مع المجموعة المحاضرة الجاية يوم 16 مارش. وأتمنى أن كل مجموعة، يعني عندنا 4 عروض تقديمية، كل مجموعة تعرض تجربتها، تمام؟ قد تكون التجربة سابقة سويتوها سابقا لكن هتعدلوا وتطوروا فيها، قد تكون حاجة جديدة، فنشوف يعني إن شاء الله بنطلع بمنتج جيد. النقطة الثانية اللي أحب أقولها لكم، طبعا النماذج اللي محطوطة نماذج استرشادية، قد واحد يجي بطريقة أخرى جديدة خالص، لكن هي دي أغلب النماذج اللي احنا طبقناها هنا في الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب. اللي منكم شارك معنا سابقا هيعرف إن احنا استخدمناها قبل كده كتير، وكانت مجدية جدا في إنها تقلل أو تقنن الدورات التدريبية إلى المستهدف الحقيقي، ما يكون بس الموضوع كده. في نقطة كمان أحب أعرفكم يعني أستريس عليها، الأمور التقنية مهمة أوي في التدريب، مهمة أوي لكل واحد، يعني مسؤول التدريب مطالب في سكيلز معينة في الكمبيوتر، يعني دلوقتي ما أحد يقدر يستغنى عن الوورد، عن الإكسل إلى حد ما، يعني مش هنقول إكسل إنه وصل لمرحلة إنه يضع خطة مالية يعني، بس يعني في أشياء مهارات في الإكسل لازم الواحد يتقنها في الباوربوينت. فتعلم الكمبيوتر من الأشياء المهمة جدا، يعني أتمنى إن برضو كان يوضع جزء في برنامج بناء القدرات يكون مخصص لأهم البرامج اللي أو الأبليكيشن اللي نستخدمها في الكمبيوتر. فيعني أتمنى إذا حد برضو عنده مشكلة وهو بيضع البرزنتيشن أو بيضع نموذج معين أو استبيان معين وعايز يستشيرني، أنا available وقت ما يعجبكم. أنا بقدر أصور قطع مقطوعات فيديو صغيرة كده، يعني هو مثلا حابب يقول لي مثلا أنا عايز أعمل أنيميشن في الباوربوينت بتاعي، فأقول له أبشر، أصور له الطريقة وأرسلها له. أنا عايز أضع إزاي أضع تكست بوكس، إزاي أنسق كذا تكست بوكس، فأصور له مقطع وأرسله، يبقى مقطع سبيسيفيك للحاجة اللي هو عايزها، لأن كتير مننا بيفتح مثلا يوتيوب على حاجه ما يقعد يمشي بسرعه بسرعه بسرعه، مش فاضي ان هو يسمع نص ساعه مثلا، عايز حاجه كده 5 دقائق، وقتنا كله مشغول وكلنا عندنا اعمال كتيره بجانب التدريب. يعني التدريب مشكلته برضو في الوزاره انه على جانب الاعمال الاخرى التي نؤديها، اللي عاده برضو بتاخد حيز كبير من وقتنا عن التدريب. فانت تحت امرك في اي وقت لاي سؤال او اي شيء تقني تحتاجوه، تمام؟